لأن الرافضة لو تتبعنا ما لديهم من معتقدات لوجدنا أنهم في ذات الله جل وعلا الطعن الشديد في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الطعن في رسول الله صراحة موجود عندهم، الطعن في أصحاب رسول الله، الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الطعن في الحسن والحسين وفاطمة، هذا موجود عند الرافضة. أقول هذه كلها تهدم ما بنى الرافضة على مر السنين، ومعتقد بني أصلا على باطل. لذا حارب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أصول هذا المعتقد الفاسد من عبد الله بن سبأ وغيرهم ممن أحرقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في الختام أقول بارك الله فيكم في هذه القناة المباركة، وفي الإخوة أجمعين، وفي الشيخ عثمان سدده الله وأيده، وكذلك الإخوة، وبارك الله فيكم أجمعين، وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك شيخ وليد، شكرا لك. نايف المسعد من السعودية، تفضل شيخ نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أرحب بالشيخ عثمان الخميس، وأرحب بك يا أخي الكريم أستاذ محمد الحربي، حياك الله شيخ. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدم في ميزان حسناتكم. ولا أريد أن أطيع الإخوة جميعا. لي ثلاث أسئلة أقدمها للشيخ الفاضل. السؤال الأول، اطلعت على فتوى الاستستاني في موقعه المخزي، سئل عن متعة الحج فقال هي متعة النساء. أريد تعليق على هذه على هذا السؤال، على هذه الفتوى. الأمر الآخر، السؤال بس مو واضح السؤال، ما غير واضح السؤال. عفوا، أقول في موقع السستاني، علي السستاني أخطاه الله، سئل عن متعة الحج. كيف ما صيغة السؤال؟ عفوا، لا أذكره حقيقة، لكن عجزم بذلك وأنا قرأته بنفسي شيخنا الفاضل. لا بس هم يلبسون لا شك في هذا. نعم. طيب، فالسائل يقول يعني آية الله كذا كذا، هل متعة، ما هي متعة الحج؟ فقال هي متعة النساء. وأنا مستعد أن أتراجع إن كنت مخطئا. لا بس لا بس. الأمر الثاني، هل المتعة يعني يفعلها العرب الشيعة أم لا، أم أنهم يتورعون عن ذلك؟ الأمر الثالث والسؤال الثالث هو خارج الموضوع، وليسمح لي الأستاذ محمد الحربي على هذا. تفضل. ألا تلاحظون شيخنا الفاضل أن الشيعة الآن تركوا الحوارات واتجهوا إلى التأثير الإعلامي عن طريق بعض المسلسلات، ويدخلون في هذه المسلسلات الطعن في الصحابة، وأنا لا أريد أن أسمي بعض المسلسلات التي تنشر الآن في بعض وسائل الإعلام. فاتخذوا تلك المسلسلات طريقة لتوريث الفكرة السيئة عن الصحابة للمشاهد العامي البسيط. وإن أردت يا شيخ أن قرأت تقارير كثيرة جدا في بعض المسلسلات التي أصبحت تجعل الصحابة يخطئون في قراءة القرآن في بعض هذه المسلسلات، ويجعلون الصحابة يأكلون باليد اليسرى، يجعلون الصحابة يا شيخ أحسن الله إليك تشويها لهم، فأصبح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم قادة الإسلام وقادة المسلمين أصبحوا مجال للتمثيل والتجسيد في تلك المسلسلة. فسؤال الشيخنا الفاضل، ما حكم تمثيل الصحابة في بعض المسلسلات؟ السؤال الثاني، هل القعقاع بن عمرو التميمي صحابي أو لا، ولماذا يكره الشيعة؟ ولكم بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخنا نايف. حسين من السعودية، تفضل يا حسين. اليوم عاد تركنا المجال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا حسين. كيف حالك يا شيخ محمد الحربي؟ حياك الله وبياك، تفضل. كيف حال الشيخ عثمان؟ الله يعطيكم العافية إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. يعطيكم الصحة. حياك الله. أشكرك معينا بس في مجموعة نقاط كذا مختصرة، والله يوفقنا وياكم إن شاء الله. تفضل. شيخ عثمان الله يحفظك. سم. كيف حالك؟ حياك الباري. ودنا بس إنك تنبه يعني المستمعين والمتابعين لكتاب لله ثم للتاريخ. أحد ما شاء الله تبارك الله أحد أعمدة التشيع في العراق، هذا الرجل تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، ووضح هذه النقطة، نقطة التمتع بشيء والله يثير التقزز وشيء يثير الشفقة عليهم. نعم. حقيقة والله. نعم. أنا أخذت الكتاب هذا وكان نقطة تحول في اهتمامي بموضوع التشيع، والله ما كنا ندري إيش التشيع هذا. نعم. يعني خلاص نقرأ عن الله يهديهم عن بعض أخواننا مفتين الأزهر، قالوا قبلتنا واحدة ورسولنا واحد وربنا واحد، طيب كل العالم ربهم واحد. فالكتاب لله ثم للتاريخ ذكر فيه مجموعة من القصص اللي تحزن وتبكي والله العظيم. نعم. وأنا والله إني أحزن لك وللأخ محمد، وأنتم تستعرضون هذا النقاط، كيف لكم ما تصابون بالإشمئزاز من هذا القذارة حقيقة والله. وفي هذا الشهر اللي أوله رحمة وسطى مغفرة وآخره عتق من النيران، هذا واحد. نعم. الشيء الثاني، لما تكون
لما تكون التمتع والعياذ بالله امرأة أو بنت تمتعت بعدة أشخاص وما شاء الله تبارك الله مليارات من الحسنات، إذا حملت في هذه الفترة من يكون صاحب هذا النصيب؟ هذا الابن أو البنت من صاحب أبوه ولا يضيع بينهم ما شاء الله تبارك الله؟ غير كذا القصة العجيبة لإمامهم الخميني عندما كان في جنوب العراق. باختصار أخونا حسين تفضل. نعم باختصار تفضل. أي معلش يا أخي بس هذا من بابه حتى الناس تكون على بينة، أنا أحد الناس دي ما كنت أدري. تفضل. فهذا الشيخ الخميني كان في دعوة ما شاء الله تبارك الله دعوة شيطانية في جنوب العراق، فحل ضيف على أحد الأشخاص فأعطاه أهداف بنت أو لعبة مع أصح ماي بنت عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات، كان هذه نقطة التحول في هداية الشيخ حسين الموزوي، ونسأل الله تكون نقطة تحول في هداية الكثير من الأخوان. أخيرا أهدي هذه النقطة للشيخ عثمان الخميس. طبعا. حصلت في قناة الكوثر قبل فترة رجل اتصل بأحد آيات الشيطان العظمى فقالت يا شيخ أنا زوجي سافر وأجرني عندهم اللي هو تأجير الفرج ولا لا يا شيخ في ضمن الدين ولا لا تأجير الفرج نفس التمتع نفس المستنقع سم. فقالت أنا اتفقت معها على شهر كامل تمتع، رجع زوجي اليوم 29 فما رأيك باقي اليوم 30؟ فقال لها الشيخ جزاه الله خير أوف العهد إن العهد كان مسؤولا وفي أمان الله. استغفر الله وأتوب إليه. أبو عبد الرحمن من مصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن تفضل. الله يحيي عمرك، أحيي شيخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس. هلا أبو عبد الرحمن. أحييك أخ محمد الحربي بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا ما ودي أطيل عليكم ولكن عندي يعني كذا نقطة ودي أختصرها وبسرعة. تفضل. موضوعي هو أن بالأمس كان في مداخلة مع الأخ إبراهيم قال فيها أن الشيخ مدافع لأهل السنة. وأنا أقول وهذا يعني مني أنا أقول العكس، أن الشيخ كان وما زال مدافع دفاع مستميت بل دفاع قوي لأخوان الشيعة، لأن الشيخ قصد من ذلك هدايتهم وإصلاحهم وتوجيههم صحيح. التوجيه الصحيح لا يريد طبعا الشيخ منهم لا مالا ولا درهما ولا خمسا على موضوعكم بالأمس. بل يتشرف الشيخ أن يكون سبب بهداية أي مسلم من الشيعة ويفرح فرحا شديدا بذلك. أما سؤالي عن المتعة فسؤالي هو هل يقبل أي معمم أو أي سيد على ما قالوا هل يقبلون بالتمتع ببناتهم من قبل أسيادهم وليس من قبل عامة الشيعة والمساكين؟ نعرف أن في أمريكا قانون يجرم كل بوي فريند أو صاحب أن يختلي أو يجامع الجير فريند أو الصديقة أقل من 18 سنة، فما بالك في التمتع بما سمعناه من سنتين فما فوق. أقول أن المتعة قد تكون معصية والشيخ أعلم مني بها. المصيبة التي سمعتها والأعظم أني سمعت في قناة مستقلة في الحوار الصريح بعد التراويح الليلة الماضية من حيدر الموسوي وهو من سكان الكويت أنه يقر ويجزم ويعتقد أن الأئمة الاثنى عشر معصومون ويعلمون الغيب وأنهم أفضل من الرسل كلهم. وقد تناسى أو نسي هذا الضال أنه عاش وخالط أهل التوحيد سواء في الكويت أو في الجزيرة. أنا لا أظن ولا يخطر ببالي أو مخيلتي أن أي شيعي في الخليج يعتقد هذا المعتقد الخطير. ألا يعلم أن هذا شرك بالله؟ فإذا كان هذا اعتقاده فأقول السلام على باقي دينه، إن لم يتب فقد خرج من الملة. فعلى هذا الاعتقاد أو كل من يعتقد به إذن لا مانع أن نقول أن الله له ولد، تعالى الله عما يقولون، وأن عيسى طلب وأن النار كانت وهم وليست حقيقة على إبراهيم، وأن نفسر القرآن بعقولنا القاصرة وكل يدلو دلوه. وأخيرا باختصار عبد الرحمن تفضل إن شاء الله. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يوصلنا وإياهم والمستمعين إلى جنات النعيم، ثم إنني أشكر قناة وصال
التي كان لها بصمة واضحة وبوقت قياسي على نجاحها وتقدمها واستضافتها لنخبة من المشايخ الأفاضل. أسأل الله تعالى أن نتواصل معكم ومع كل من يسمعنا، وأن أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياهم على الحق، إنه القادر على ذلك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. شكرا لك عبد الرحمن. معنا فهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، تفضل يا فهد. حي الله الشيخ، حي الله سيد السنة وناصر السنة، سر الله أن يرفع قدره ويعلو كلمته وأن يبارك في عمره ومن يسمع. المداخلة مع الشيخ بس عدة نقاط، يمكن أربع نقاط سريعة. سريعة نعم فهد تفضل. السؤال الأول، الشيخ الشيعي يا شيخ الذي يأخذ الخمس ويحصل على الخمس بعد ما يناظر، هل فعلا يكون ردوده باقتناع أو أن المال غطى جانب الاقتناع عليه وأظهار الحق؟ السؤال الثاني، أطلب من الشيخ وإن كان علمي قاصر جدا جدا إلى أبعد الحدود، أطلب من الشيخ أن يظهر كتاب للشيعة على طريق أسئلة مثل لعامة الشيعة، مثل عندنا في السعودية نستطيع أن نوزعها، أو في الدول الأخرى كالكويت وغيرها. بارك الله فيك. السؤال الثالث، مداخلة من الشيخ في قناة صفا حادة جدا، ونرى الشيعة يداخلون ويردون على المشايخ وحتى يعملون على ما يسمى مراوغة بين الأسئلة وكثرة الأسئلة. نريد من الشيخ أن يداخل لأن له كلمته وله يعني قيمته في حتى عند الشيعة وعند السنة ولله الحمد. الثالث، عدم اقتناع العوام منهم، وهم يرون الظاهر من الأسئلة مع أي شيخ، سواء كان مع الشيخ عبد الرحمن الخميس سلمه الله ورفع قدره أو الشيخ عدنان وباقي المشايخ، ونريد المداخلة من الشيخ تفضلا منه وتكرما لو بمدة خمس دقائق في قناة صفا، ويبين يساند الشيخ عدنان وجزاه الله عنا خير الجزاء. شكرا لك يا فهد. ناخذ ابو جواد، هو اخر اتصال، وبعد ذلك ان شاء الله نكمل ونجاوب. تفضل يا ابو جواد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله اخانا الحبيب محمد، حي الله الشيخ عثمان، حياك الله ابو جواد. اسال الله تعالى ان يبارك في جهودك يا شيخ، وان يجعل ما تقدم في موازين حسناتك. امين. لي مداخلتين، بارك الله فيك اخوي الحبيب محمد والشيخ. سريع. سريع ان شاء الله. نعم. لعل الاولى تكون بعيده قليلا عن موضوع المتعه. نعم. وتخص موضوع المسمى بالاثنى عشريه يا شيخ، بارك الله فيك. يقولون ان الرسول عليه السلام قد يعني روي حديث على لسان الرسول بان هناك اثنى عشر امام سياتون من بعده، ويقولون بان الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا وضع اسماء هؤلاء الاثنى عشر امام. طيب في هذه الحاله نجد ان اقطاب او رؤوس اقطاب الشيعة الكبار امثال درارة بن اعين وهشام بن سالم وغيرهم، محمد بن النعمان وغيرهم، يبايعون من يا شيخ بعد جعفر الصادق، اللي هو جعفر الصادق السادس الامام الثالث، يبايعون عبد الله بن جعفر، لم يبايعوا موسى بن جعفر، بل بايع عبد الله بن جعفر اللي هو من الأفصح. يذكر ذا أنه بختي وغيره أن جل رواة الشيعة فطحية، ويقول أن هؤلاء يعني كلهم نقلوا وأخذوا عن جعفر الصادق ومحمد الباقر، واتبعوا بعد ذلك عبد الله بن جعفر. ونجد أيضا هشام بن سالم يقول رجعنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد. هذا الكلام موجود في الكافي في المجلد الأول في صفحة 351. ونجد أن زرارة لما حضره الموت قال ليس لي إمام، وأشار إلى هذا الكتاب، أي بمعنى أشار إلى القرآن. هذا موجود في رجال القشي صفحة 139. نقول هنا أين أنتم يا شيعة؟ لماذا لا تقرؤون كتبكم؟ نحن لا نطلب منكم أن تقرؤوا